يجينا بالجديد ويعدنا بسهرية حفلة نستقبله بحب كبير الفنان وليد التونسي. مسكون ودايف غيرك الاحساس جيتنا رياضي ليلى. تفضل. برشا شكرا. تفضل. برشا مرات معناها كي نكونوا حابين نبدلوا جو شوي سبور واحد. غياب وليدة؟ غياب باش نجيبوا جديد باش صعب الطبيعة هذي. صعيبة الحكاية تولي راه. كل ما تكبر تولي صعيبة عليك. أما أنت في بالي تعرف من أين تؤكل الكتف لأنك أنشانيت هيتات وراه هيتات. اسمع جات كوفيد زدت خديت فيها راحتي بالكدا. خممت برشا حبيت أقدم موسيقى جديدة مزود فكرة أخرى وجو آخر حتى كان مش مزود ميساش تعدى على خطر عندي بطبيعتي جربت عندي كانت تجارب قديمة وناجحة ما عادش تحب نعيطولك مزاودي معناتها؟ لا مزاودي ونص حب نرتقي بفن انت يعني حب نوصلوه علاش ما يسمعونيش البر علي توكي تسمع نحبك يا مجنون مزود موجود البر اي موجود حتى يسمعوا فيها البر أما ميساش كنقدم نحلوا ثنية كما حلونا نحن الناس اللي قبلنا هادي وغير وحلونا ثنية وانا جيت قديت انا نحلوا ثنية اخرى للاجيال اللي بعدنا باش يجيو يلقاو ثنية زادوا هما يواصلوا باش نقعدوا كيفاش نقعدوا هو شافت حتى كل شيء معناه يقدام ويبلاح كان ما نجدوش ونمشيوش للجديد باش نقعدوا في بلاصتنا واضح يدور برشا يقولوا انه وليد التونسي من بين الناس اللي ولا يستعار انه مزاودي. لا دي مزاودي ونص اخي انا في دارنا قلت لي انا كي نعمل جو كي نعمل جو وعندي اي حاجه معناها جيب طبيل وزكار خويا ومشيخ وربوخ أيه؟ ورشق باش نروح. اما التصويره نتاعك ما عادش تصويره المزاودي. عليه تحبوش راقي المزاودي ومحليه وممتاز وشباب وينورك في البلدان اللي يمشي لهم في تونس كامله وفي ولا في العالم جمله اللي مشينا له معناها والحفلات الكبار اللي عملتهم في العالم مش وكل معناها مش انا كي نكون لايق وكي ومحترم ونظيف وكلامي مزيان واغاني الحان اخرين مش منورك انت ومنور بلادي هذه كثير برك الحمد لله انا مانيش مستحق كوني باش تعطيك تعطي رايك فيا خاطر انا يعطي رايي فيا الحمد لله خدمتي ومزيكتي والناس اما يقول لك وليد الفن الشعبي يجي من ميزيرية الحومه الشعبيه من وجيعتها احنا عشنا شويه وجاي يا اخي نحن حومه شعبيه انا حومه شعبيه من البودريه بعت اللقب القافيه شعبيه وبودريه حومتي وتربيت فيها وعشنا الفقر وعشنا كل شيء اخي انا جيت زعما لاباس عليا وباراشوتي وتلقيت روحي وليد التونسي ماني تعبت وبطلت قرايتي وهملت في جرة المزاود وهملت في جرة العوادات وانا من بلاصه لبلاصه وكل سطح تلقاني فوقه وكل بطحه تلقاني نغني في وسطها وكل عواده في صاله تلقاني في وسطها وانا مسايب كل هذيك كل مش تعب ومن بعديك بديت بشويه بشويه للي ربي سبحانه فاخ في صورتي وخدمت على روحي ما ايستش ارادتي الحمد لله وصلت لحاجه الحمد لله راضي مازلت نقدم قدام بقدرة ربي نقرأ لك تصريح وليد التونسي فنان تونسي كبير لكن خسر روحه لما خدم على الصورة أكثر من الفن من القائل أنا ما نبيعوش في موزيكا ولا إيماج موزيكا الإيماج تبيعها وإذا كنت تحب تشكك تقول خدم على الصورة أكثر من الفن برا خويا أوك عندك من 2008 حتى 2023 اجبد خويا كان انت عندك ميموار تاعك ضعيفه اللي قالها برا اجبد واجبد بالماريس عايش خويا بعديك تحرك شواربك خاطر اذا كان ما تدوريش 7 مرات وتخمم راك تطلع غلط دور ساعه شوف وليد التونسي شعمل في الفن وفي الموسيقى بعد تفضل خويا اجا حاسبني على لبستي ومظهري وجو هذا تقال في برنامج الاختيار هنا عم ناول مع الفنان محمد بوسطه شكون؟ محمد بوسطة
مع كل احتراماتي خويا ليك راني ما نعرفكش كان انت تغني ربي يعينك وربي يجيب له قسم. معناها ما يصيرش عادش بيه هو يغني فن شعبي وانا خويا والله سامحني ان شاء الله نسمع له اغنيات وان شاء الله ندز معاك ما يصيرش راه خيين خاطر خلي نبدلوا ساعة بساعة ولا مش متغش تبارك الله وفيه بالعكس يمكن فيقني على حاجة اللي أنا فيقته به. به وليد التونسي كوكتيل تونسي وليد 100%. وليد التونسي هذه الأسئلة النارية نسألك أسئلة بعد ما نسأل السؤال ننزل لنا على البزور أنت بعد ما تجاوب تنزل على البزور. لو رجعت 25 سنة لتالي شو هي الحاجة اللي تحب تبدلها في روحك؟ كمل قرايتي. أنت مستوى اللي وصلت له قديش؟ سيزيام اني سكوندير يعني مش أي معناتها نمشي لوين؟ نقرا وخي نحن نركم في المزاود ومصارية صارية ومن عوادة لعوادة. كان كملت قرايتك؟ كنت ما تنجمش تولي فنان؟ يمكن ولي فنان ونكمل عادش بيه. ما دام خاطر مغروم يعني مش تنقزتك هيك نحب نولي فنان. والد التونسي فرصة ضاعت منك وندمت عليها. اي جاتني شركة لبنانية وقتها عمل فين عام 94 حبوني نخدم معاهم وديجا حضروا لي كل شيء باش يسافروني معاهم وانا وقتها انا صغير وقمشي وحدي انا اوكي ما كنتش كوره ما كنتش معناها كانش عندي كوراج وبتبيع حتى الدار معناها كيفاش وواعد اكبر غلطه عملتها في حياتك؟ مخدرات هي غلطه عمري. الدرس اللي تعلمته؟ مستهينش بالحياه وتخملها برشا وما تطيبش كل حاجه زعما كيما نقولوا احنا دي بتدزها للترش وكي الجو هذاك ما يهمكش ولا بالعكس. غلطت خلصت؟ غلطت وخلصت وما عادش ما نحبش يكون يغلط ويخلص. وعلى فكره ان شاء الله ربي يخلص وحل صاحبنا وصديقنا واخونا نور شيبه رانا نسينا يا جماعه ونسيناه والناس الكل هزت ايديها وترفعت زعمة خاطر خايفين ولا حكايات ولا شبيك دخلنا في الامور هذيا راني انا تعديت بها وانا نعرف هو شنو يحس قصر معاك صاحبي ما يسيرش نعوض لك وقت اللي تخرج وقت اللي ربي يخلص واحدك عوض لك برشا ربي يخلص واحدك وتحيه الناس كل هنا نور شيبه صح وربي يصبر عائلتك. لو كنت مخرج مسلسل رمضاني اي فنان شعبي تختاره لتقمص دور الشرير؟ انا اختار زوز اشرار معاك في العصابه. انا علاش على خاطر انا طيب وقتك نخرج الجرين تاعك اللي ما عنديش سيبهم كل خديك زوز اشرار اي من الفن الشعبي الفن الشعبي فوز بن قمر ومحمد علي الاسمر نوجه له تحيه زوز. هل زوجتك صابرين تعرف كل اسرارك نعم والا لا؟ تعرف كل شيء وهي ذيك يخفى عليها حاجه. والد التونسي هل تفكر حاليا في اجراء عمليه تجميل؟ لا هذه حاجه معناها اعطاني ربي بوقاس ومحلاني ومزيان على شنو باش نزين اكثر من هك ما شاء الله. نضعف شويه كهو هادي كهو معناتها انا قاعد عامل مجهود كبير ما يصيرش جميع والله لما نضعف مرجيك يجيبوني هادي بعدين تو تروني كيفاش الكيس فلتوت والدنيا تو بديت ما حدا مليك هكا ما ها زين زين باش نولي اكثر منه وتات شو باش نتعدى انا وياه على الضعف شكون يتسلل اكثر. حرام عليك. ما شاء الله على خويا ما شاء الله. به اكثر صفه تكرهها في روحك؟ ياسر طيب ياسر وما كان حط مخي نركز انه عندي شيطان كان يتحرك روسيا تضرب امريكا. نعملوا تحدي تو على المسرح مع جو استثنائي مع وليد التونسي.
أكيد راكم سمعتوا عليه برشا، رينو ويتين تاع أوبو، العالم الكل يحكي عليه مؤخراً، مشاهير، صحفيين، مختصين. رينو ويتين ماهوش مجرد تليفونك، هو فينومين بمواصفات عالية الجودة. خلينا نستقبله بحب كبير سي عماد تشيش، مسؤول تكوين في شركة أوبو، باش يحكي لنا أكثر على التليفون نتاعنا رينو ويتين. مرحبا بك سي عماد. عايشك هادي، عايشك. قل لي شنو أهم مميزات التليفون هذا؟ نبداو بالديزاين. لو كان نلقاو سمارت فون انكورفي على اليمين وعلى اليسار، وين نجم يتشد بالكدا في اليد الوقت طويل من غير حتى تعب. الظهر نتاعو يكون فيتيو بالكوير فيبر دو فير، ونلقاو ان موتيف لهنا يذكرنا بالكوير المخدوم باليد، وهذا يعطي لاسبي لوكسيو نتاعو. الكوير هذايا يكون محمي حتى من التخبيش وحتى من الرسم تاع الصوابع، ما يتخبش وفي اليد مرتاح وما يزلقش، ما يتيحش من يدك. فوالا، باش يقعد التليفون نتاعنا هكاكا ديما جديد، بيسكو ما يتخبش وما يخليش التراس. حاجه اخرى مهمه برشا وهي الكاميرا. الكاميرا نتاعنا اليوم فيها 100 مليون بيكسل، يعني احسن لي سوفنير نتاعك نتاع غدوه تصورهم اليوم. 100 مليون بيكسل تخليني اليوم توا مثلا نجم ناخذ تصوير الجمهور هذا الكل، ومن بعد نكادري واحد منهم ونزوميه على الاخر وكاليتي تقعد باهيه. قداش ال 100 مليون بيكسل؟ 100 مليون بيكسل. 100 مليون بيكسل، مش هذاك هو هادي. عندنا الكاميرا ميكروسكوبيك اللي تخليك تكتشف الاتموسفير اللي انت موجود فيها، تنجم تكبر حتى ال 40 مره. نشوفوا توا، نجرب نعمل زوم على البيل نتاعي. Voilà, il y a 20, il y a 40. حتى les fibres جوادين بالكل يبانوا. شوف لهنا نراو حتى الشعره الجيده الخارجه من المريول نتاعك، وهذه معناتها خاصيه نتاع زوم كبيره برشا. يا فيرسون 5G نلقاو فيها ان ايكرون انكورفي على اليمين وعلى اليسار، وهذا اللي يعطينا متعه وراحه كبيره في الاستعمال. والتليفون هذا سيرتيفي كوني ورا تحل عين، فيه مليار كولور. هذي حاجه مزيانه برشا، يمكن برشا تعجبك. هذايا هي اوبسيون. انا توا نخمم في المليار لون. مليار لون يعني يقرب برشا، تنجم ترى العين، معناها اللي تراها انت في الدنيا تنجم تراها في وسط الكرام تاعك، يعني كي تتفرج على بلاتفورم تاع افلام ولا تاع تصويره صادقه على الاخر، تقرب برشا الحقيقه. الاوبسيون اللي باش نحكي عليها توا اوربيت لايت، ورينا للكاميرا معناتها النوتيفيكاسيون تخرج لك لون ضوئي. هذا هو، وتختار لا فريكونس نتاعو قداش يزرب، يشعل بزربه ولا بسياسه. تحب تحطها في لي زابيل، تحطها في نوتيفيكاسيون، ولا حتى في لي جو فيديو. باهي، دونك سي عماد خليك معنا، خلينا نشوفوا اكثر تفاصيل على تحفه فنيه اللي تقدم هنا اوبو في الفي تي ار هذايا. Wow, ultra clear. سي عماد، مع الخاصيات الموجودة في التليفون هذا وخاصة الاستعمال الكبير، أكيد البطارية لازمها تكون في المستوى. البطارية نتاعنا كبيرة وتتشارجا في ساعة، دونك كبيرة نقولوا 5000 مليون باغ هنا 4800، وتتشارجا بفيتيس نتاع 67 ووت، معناتها تكنولوجي سوبر فوك تسمح لي باش نشارجي بسرعة حتى لو كان أنا قاعد نستعمل في التليفون من غير ما يسخن، من غير ما يتهلك. هذا الكل، والسمارت فون نتاعي اليوم يكون سيرتيفي 1600 سيكل دو ريشارج، يعني تشارجيه من الصفر ل 100% لمدة 1600 مرة، يعني 4 سنين. وهذا اللي يخلي التليفون بتاعنا يدوم برشا، ما يتبلانتيش، ما يصيرش فيه ديلاغ ودي بوغ، على خاطر ديما يكون فيه لي ميزا جور نتاع التحسينات. واضح. خليني نسال السؤال الخطير. هذا هو بالفائده. قداش السوم؟ بالنسبه للاوبو رينو تي فيرسون 4 جي، السعر المقترح بيكون 1399 دينار. في شهر مارس عندنا امباك، معناها لوفر تخليك اذا كان زيد 29 دينار كهو تنجم تاخذ مع الانكو بادز 2 اللي هي قيمتها 129 دينار. اللي هي هذه؟ فوالا. دونك براتيك، مزيانين، خفيف، صغار، مرتاحين في الوزن على مرتاحين. دونك الباك نتاعنا اش فيه؟ هذا بالنسبه لل 4 جي. بالنسبه لل 5 جي باش يكون سعر المقترح هو 1799 دينار. اذا كان تزيد 99 دينار تاخذ الانكو اير فري، هذا اخر ما خرجت اوبو بالنسبه لنا في تونس في ليزيكوتور، دونك كاليتي سونور عاليه برشا. ليزوديوفيل باش يفهموني على شنو قاعد نحكي، يعني ليزوباغلوغ كبار يخليوك تتمتع بالموسيقى من غير ما تعلي برشا في الصوت. هذا ديسبونيبل مده شهر مارس الكل بتبيعها سلون الكميات اللي موجوده عندنا. شكرا لك خبير نتاعنا عماد، ومع هذا الكل عندي خبر به المحبي اوبو، تنجم تربح الرينو ويتي. كيفاش؟ سهل برشا، تدخل على الباج فيسبوك اوبو تونيزيا، تحط جيم وتجاوب على 8 أسئلة الموجوده في الباج، وما تنساش باش تحط الهاشتاج، هاشتاج اوبو، هاشتاج اوبو رينو ويتي. حظ سعيد للجميع. اوبو رينو ويتي ليكسبير اون بورتري.
Wow, ultra clear. كهرباء تمشي كهرباء تجي. السيارة متاعنا فاو بستون تي 77، هذا المفتاح متاعها يستنى فيك أنت اللي تتفرج فينا. سهل برشا، خذ تليفونك ابعث حرف آ على الرقم 85811، جاوب على السؤال، عاود لكم حرف آ على الرقم 85811. حظ سعيد للجميع.